والله حلوة شاية عم الفكرة دي يا أخي. ودي جاية دي؟ ده اسمه كمبيوتر يا خالي. ما ردتش عليا يعني، بقولك جاي ايه يا اخو؟ ده اسمه كمبيوتر. هو اسمه كمبيوتر. اشتغل دلوقتي هتشوف. طبعا على فكره انت بس انت ايه اللي خلاك بس ساكت لحد دلوقتي لما خلاص رجليك جت في المنص؟ تصدق عنده وصلة نت يا خالي؟ وبعدين ايه الحل دي؟ يعني عايز اعرف يعني هل قصده يعني هو يقول لك ايه الليل وعنده مثلا قرد عايز يوصي عليه؟ ده عنده كمان اكونت على السكايب يا خالي. بقول لك يا خالي عم فكري ده شكله حكايه. يا سلام. للاسف يا خالي ما عندوش غير كونتاكت واحد بنت اسمها، استنى هطلبها. الله ايه يا عز؟ ايه يا هو خلاص عمال تيري بكتيري بكتيري بك. انت مش شايفني انا سرحان في القضيه بتاعت عم سلطان؟ طب اعمل ايه في ساعتك انا؟ انت ما بتسيبش خالص يا عز، عملت لي صباع نفسي. حقك انا يا ناس، انا هروح اذاكر مع اصحابي وريحك مني. ريحني مني وانت خلاص قاعد في بطني هتريحني منك؟ وشكرا على فلوس الكتب. العافيه وسخ. يا سلام، انك عندها تونتك. دي مسكونة ولا ايه؟ انت انت انا انا بص لي هنا، قرب قرب هنا، تعالى اهو. إيه لا يا ساتر يا رب، ابعد وشك بليز. انا اميرة. انت مين؟ انا ستح. يوه، واضح ان عندك عيب في النطق وهتضيع لي وقتي في التقطقة. لا 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 خلاص، لا اصلا عايز اقول لك ان انا مفيش وقت للرغي. عم سلطان فين؟ عم سلطان في الجحيم. يوه، يبقى ما قداميش حل غيرك. بص بقى اللي هقوله لك ده تقوله لعم سلطان بالحرف، وهو عارف هيعمل ايه. بس انت دخلتي هنا ازاي؟ ده الخط ده عندي ولا عندك؟ دول وصلوا. وصلوا مين؟ انت كسيب ده عندك، سجله ودي لعم سلطان. انت كسيب ده. طيب قول له ان الورق والامانه في الامان. اوكي مع ايمان. انت مالك؟ قول له كده. خلاص هقوله. خلاص 012 01 012 01 7 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
شايف الخلقة دي؟ ايوه شايفها شايفها. ممكن تدور وشك؟ ايوه دور وشك ناحية تانية. ممكن تبص لي؟ قرب لي شوية. ايوه حلو. حفظت وشه؟ صم. الصور دي هستلمها امتى؟ انت بقى الهيرو بتاعها. انا هنجيبك وانا هنلاقك وهنفخك. كابيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ انت فين يا خالي؟ انت فين يا خالي؟ يا هادي تعال انا هنا يا هادي. ايه ده يا خالي؟ انا هنا في الحظيره. قاعد بتعمل ايه هنا؟ تعال خش. اخش فين بس؟ اطلع انت. خش يا هادي تعال ادخل يا هادي. انا بتسالك بره. ادخل جوه يا رب. انا خلاص خلاص طلعت يا هادي. طلعت خلاص. يا خسارتك يا دتع. ده انا اللي ما كانش في حد يقدر يثبت ان انا حي. ده كان فاضل لي يومين وصورتي تختفي من مرايه ده دراكوره. طب اهدى بس يا خالي. مش يمكن يا خالي اللي انت حكيته لي في التليفون ده اشتغاله من واحد بيستظرف؟ بقول لك البنت كلمتني في السياسه في التلفزيون مبطط وقالت لي على اسم عم فكري الحقيقي سلطان الدهسوري. وبعدين الراجل قال لي ايه؟ فاخنج كازاكيتو. وحاجه ثانيه مكتوب بقول لك عليها. قول. قال لي هنفخك. خالك هيتنفخ يا هادي. طب روق يا خالي روق. انا خايف يا هادي قوي. بص يا خالي. ده جوجل ايرث. ايه جوجل ايرث ده؟ انت بتكلمني على اساس ان انا مهندس اسانسيرات. انا كل اللي اعرفه انكر كليك. حلو قوي. هننكر كليك. دي مصر من فوق. عظيمة يا مصر. انكر بقى كليك يا خالي. ودي مصر من تحت. إن لله وإن إليه راجعون. اللي أنا عايز أقوله إيه يا خالي؟ إن الدنيا اتطورت. اتطورت. والتكنولوجيا بقت سهلة. والناس دي معاها الصورة بتاعتك. معاها الصورة؟ معاها الصورة خلاص. يبقى مفيش فايدة من الهرب. مش عايز من الهرم؟ من الهرب. انت عارف ايه الحل اللي قدامنا؟ بس ان احنا هنوصل للفلوس والورق قبل ما الناس دي توصل لك.
صدق صح. فهمت ولا بتهاودني؟ لا والله مظبوط. انا اصريت ان انت تكون متعلم. ابوك كان عايز يطلعك فران. فران؟ او المصحف كان عايز يطلعك فران. انا رحت واقف له بالمحترم قلت له عايز بس فكت. طب هاتي خالي النمره. نمره مين؟ نمره ايه ايه؟ اميره يا خالي اللي اديتك النمره دلوقتي. اه امينه. اميره اميره اميره, أميرة. اصبر وما اصبر. اتفضل. 01 كده يا خالي. النمره دي ناقصه بس. يبقى هي ساعه لما دخلوا عليها وسحلوها بقى وقعدوا يضربوا فيها وقعدت تصرخ هي وهي ما استطاعتش ان هي تديني بقيه الحاجات. يبقى الرقم اللي ناقص ده في اخر النمره. اه انت عارف ده معناه ايه؟ ان احنا ما قدمناش غير نظريه الاحتمالات. ايه اللازمات دي؟ الرقم اللي ناقص ده هيخلينا نطلب 10 نمر مختلفين وفي كل رقم هنجرب مره، يعني هنقعد نجرب من 0 ل 9 في اخر النمره لحد ما نلاقي النمره اللي احنا عايزينها. ايه هذه كلام الكفار ده؟ ايه كلامكم؟ استغفر ربنا يا اخي. ايه يا ايه هذه؟ الله في علم بس في ايمان. انت فاهم انا بقول ايه؟ وهو كذلك. دور حاجه ثانيه يا فندم؟ لا لا هروح انت. يلا حبيبي يا شيف عشان تفطر. انا جاي اديك تفطر معانا. تهبل البيت دي خساره فيها اللقمه. لغ انت. لو سمحت حضرتك، هو حضرتك تلاجة الميتين؟ تلاجة ايه يا جدعان؟ طب هو فين عم فكري؟ معرفش حد من اسمه. وحيدوو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 و
عم فكر ساكن هنا؟ بتطبخوا العيانين ولا ايه يا حضرتك؟ سلام عليك، انا رحت لك الاسم قالوا لي ان انت نقلت على المستشفى هنا. ايه اللي حصلك يا عم فكري؟ اصيل يا تتح، لو ايه راجل، لو كان عندي ابن ما كانش عمل معايا اللي انت عملته ده. تقولش كده يا عم فكري، اهدى بس كده، تقولش كده خالص. ايه ده، انت حاضر المتنفس الاصطناعي، اكتر في تنفس الوقت خلاص. ايه خالص، مثلا طلعت لي اميره في قناه النت وديت رقم تليفون، بص بس هو ناقص رقم. ايه بقى الرقم ده؟ لان هو بادي 01. ها زير اجيب لك الف والمكسرات. انت فكري الله اكبر يا ناس، اشغل لك ايه؟ طيب عم فكري، النمرة كام؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ النمرة كام؟ والبتاع ده بيعمل ايه؟